هذا الشخص حاول فتح قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لن تصدق ماذا فعله الله. حاول أحد خدام المسجد النبوي فتح قبر الرسول صلى الله عليه وسلم على الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. نعم، حاول فتح القبر ورؤيته وتصويره، فكانت المفاجأة. ولكن في البداية لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لكي يصلك كل جديد. مرحبا بكم. كلنا نعلم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقع في المسجد النبوي بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وأن هناك بالمسجد أشخاص كثيرون يعملون كخدام بالمسجد النبوي ويعتنون به وبنظافته. من بين هؤلاء الأشخاص شخص اسمه محمد ابن اليزيد. حاول ذلك الشخص رؤية جسد الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد تصويره، ففي ذات ليلة بعد أن تأكد محمد من أن زملائه غارقون في النوم، وكان الوقت حينئذ الواحدة بعد منتصف الليل، قرر الدخول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقرر أيضا الحفر في الاتجاه الذي يوجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع ثاني ضربة فأس في المكان سقط أرضا في حالة إغماء كاملة، بينما كان هناك من سمع صوته واستيقظ على صوت الحق. إنه عبد الهادي صديقه الذي فر جريا من مكان نومه إلى مصدر صوت الحفر، فرأى صديقه محمد أبو اليزيد في حالة إغماء على الأرض، فنادى على زملائه النائمين وأيقظهم جميعا. فذهب الجميع إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وحاولوا إيفاق محمد أبو اليزيد من حالة الإغماء التي كان عليها، فإذا هو يفيق ويبكي قائلا: كنت أريد رؤية حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هذه المرة الأولى، لقد حاولت أكثر من مرة وفي كل مرة أدخل في حالة إغماء. عجبا لذلك الأمر، وإذا بزملائه يهدئون من روعه، فقال أحدهم: كيف لك أن ترى جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن للميت حرمة، فما بالك رسول الله؟ إن حاولت تكرار هذا الأمر مرة أخرى فأنا سأكون أول من يبلغ عنك. لقد نهانا الله عن تصوير الأحياء قبل الأموات، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة هم المصورون. وفي هذا الفيديو سنروي لكم أيضا محاولة فاشلة لسرقة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الأولى حدثت في بداية القرن الخامس هجري بإشارة من الحاكم العبري الحاكم بأمر الله، وعلى يد أحد جنوده ويدعى أبو الفتوح، وذلك بنقله إلى مصر، وانتهت بريح أرسلت كادت تزلزل الأرض من قوتها، فعرف أبو الفتوح بأنه كان على خطأ فعاد إلى مصر تائبا. المحاولة الثانية أيضا بإشارة الحاكم بأمر الله، إذ أرسل ناسا فسكنوا بدار قريب المسجد النبوي، فحفروا تحت الأرض ليصلوا إلى القبر، فاكتشف الناس أمرهم فقتلوهم. أما المحاولة الثالثة فقد خطط لها بعض ملوك المسيحيين، ونفذها اثنان من المغاربة سنة 557 هجرية في عهد السلطان نور الدين نزكى. وتذكر كتب التاريخ أن السلطان رأى في نومه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبره بأمر الرجلين، فقدم المدينة المنورة، فاكتشف أمرهما وكان يحفران سردابا يصل إلى الحجرة، فأمر بهما فقتلا. بعد ذلك أمر السلطان نور الدين ببناء خندق رصاصي متين حول القبور الثلاث منعا لأي محاولة سرقة. وحدثت المحاولة الرابعة سنة 578 هجرية، حيث كانت مجموعة من الروم من مسيح الشام وصلوا إلى البحر الأحمر وقتلوا عددا من المسلمين، عازمين على التوجه للمدينة المنورة وإخراج جسد النبي صلى الله عليه وسلم من القبر. حتى إذا كانوا قرب المدينة أدركهم قوم من مصر فقتلوا منهم وأسروا ما تبقى. وقعت المحاولة الخامسة في منتصف القرن السابع هجري، عندما حاول 40 رجلا من حلب من سوريا إخراج جسد أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وذلك بعد أن بدلوا لأمير المدينة المنورة الأموال الكثيرة وطلبوا منه أن يمكنهم من فتح الحجرة. فلما اقتربوا من الحجرة النبوية ابتلعتهم الأرض. يحكى أن رجلا صالحا كان له جار يهودي، وكان يكثران من الجلوس مع بعضهما، وكان الرجل الصالح عندما يريد عمل شيء يقول: ما تقضى الحاجة إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وكانت هذه الكلمة لا تفارق كلام الرجل أو عمله، مما أثار استغراب اليهودي، فسأله: ماذا تستفيد من كثرة الصلاة على نبيك؟ فقال الرجل الصالح: يكفيني أن الهم لا يقربني. فأراد اليهودي أن يكيد لجاره ليستهزئ بالمسلمين، فذهب اليهودي إلى الرجل الصالح وقال له: خذ هذا الخاتم عندك حتى أعود من السفر، إنه أمانة عندك. فأجاب الرجل الصالح بقوله: لا تقضى الحاجة إلا بالصلاة على النبي. وراقب اليهودي بيت الرجل الصالح حتى خرج جميع من فيه، ثم دخل وبحث عن الخاتم حتى وجده، فذهب اليهودي بالخاتم إلى بحر قريب وألقى الخاتم في البحر. وبعد عدة أيام عاد اليهودي وذهب إلى الرجل ليطلب منه الخاتم، فوجده عائد من عمله. قال اليهودي: أريد خاتمي. قال الرجل الصالح: لا تقضى الحاجة إلا بالصلاة على النبي. فقال اليهودي: أنا أريد خاتمي الآن. قال الرجل الصالح: إني اليوم بالصلاة والسلام على النبي وفقني الله إلى صيد سمكة كبيرة، والله لن أعطيك خاتمك إلا إذا تغديت معنا اليوم. وأصر عليه حتى قبل اليهودي، وأعطى الرجل الصالح زوجته السمكة لتطهوها من أجل الغداء. وبينما هو جالس مع اليهودي، فإذا به تناديه لتريه ماذا وجدت في بطن السمكة. فلما رأى الخاتم صعق واصفر لونه، فقال: والله إنه خاتم اليهودي. وذهب إلى مكان الخاتم في مخبأه ولم يجده. وبينما هو في حيرة، قال اليهودي: لماذا اصفر وجهك؟ إن لم تعطيني الخاتم لأشهدن عليك اليهود والمسلمين. قال الرجل الصالح: لا تقضى الحاجات إلا بالصلاة والسلام على النبي. فقال اليهودي: لا أظنك سوف تصلي على نبيك بعد اليوم، إن لم تعطيني خاتمي لأفضحن أخلاق المسلمين بك، وستكون أنت مثلا نسكت به المسلمين. فقال الرجل الصالح: والله ما حيرتني في خاتمك، ولكن شيء آخر حيرني، خذ هذا خاتمك. فتلون وجه اليهودي واسودت شفتاه وهو يتفحص الخاتم ويقول: إنه هو، إنه خاتمي. فاستغرب الرجل الصالح وقال له: رفقا بنفسك، ماذا أصابك؟ فقال اليهودي: أستحلفك بربك، كيف وصل إليك؟ قال الرجل الصالح: لابد أن عقلك قد ذهب، ألم تأمني على خاتمك حتى تعود من سفرك؟ قال اليهودي: أستحلفك بربك، أين وجدته؟ قال الرجل الصالح: لقد وجدته في بطن السمكة. فصعق اليهودي وأغمي عليه. وبعد أن عاد إليه وعيه، حكى له الرجل الصالح ماذا فعل. فقال الرجل الصالح: أنت استطعت بكيدك أن تسرق الخاتم وترميه في البحر، والله استطاع بقدرته أن ينزل الخاتم في بطن هذه السمكة. ألم أقل لك إنها لا تقضى حوائجنا إلا بالصلاة على النبي؟ فقال اليهودي: صدقت، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا أتممت هذا الفيديو فصل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى دعم هذا المقطع بلايك والاشتراك في القناة. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم على المتابعة. إذا أتممت هذا الفيديو فصل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى دعم القناة بزر لايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.